أول شيء صدور الدجاج تبلتها بملح وفلفل أسود، بعدين أبى كذا أتبلها شوي، أنتر فوقها اللي هو الأوريجانو البهارات الإيطالية. بعدين قطعتها كذا، شوفوا شرائح، طبعا شرائح ما قطعتها مرة لين الأخير، خليت فيها فتحات عشان كل شريحة كذا بحط فيها حبة جبن، اللي يبيها على جبنة موزاريلا أو جبنة حلومي على حسب عاد. كذا كل شريحة بحط فيها حبة جبنة، ثم حبة طماطم، من كذا الشريحة الثانية نفس الشيء بحط حبة جبنة مع يعني شريحة جبنة مع شريحة طماطم. كذا بمشي على الشرائح كلها، أسويها كذا أخليها كاملة عليها، على الدجاجة كلها، على الصدر كامل. في قاعدة الصينية حطيت شرائح بصل، بعدين صدر الدجاج اللي زينته بالجبنة وبالطماط أحطه كذا، بصفه في كامل الصينية، بعدين أدخل الفرن. ورشة زيادة بالأوريجانو، زعتر البري، وخلاص الحين بدخله الفرن. واللي يحب عادي يحط فوقه مثلا موزاريلا عادي يحط. بعد ما استوى الحين تقريبا 3 أرباع استوى، بصب فوقها شوي كريمة الطبخ، واللي ما يحبها لا يحطها، وبرجع أكملها شوي بالفرن بس تاخذ النكهة، لأنها تعطي نكهة لذيذة.